نلتقي مع حضراتكم اليوم في مدينة دبي، المدينة التي تستعد بأجواء رائعة لهذه المباراة، بتخلينا متشوقين جدا لانطلاقتها. مع انطلاقة الشوط الأول، محاولات عديدة لتسجيل هدف التقدم، هذه فرصة. وين صوت جمهور دبي؟ حماس، تشجيع، والعالم. صارت النتيجة 1-0. لا زالوا يبحثون عن التعادل. فرصة الهدف مستحيلة، كانت قريبة جدا. من جديد مع أحداث هذه المباراة. بناء هذه الهجمة رغم التأخر في النتيجة. محاولات هجومية لتعزيز التقدم، هذه فرصته. أوه، الكرة تضرب العارضة وتفتح النتيجة 3-0. نعود للمباراة والنتيجة 3-0. نتيجة ثانية على نهاية الشوط الأول، الحارس في الموعد. مهارة كبيرة. الله على التصدي. واحد ضد واحد. Thank you.
ostatni ruch Izraela.